والله أول مقابلة كل شيء أقول لكم السلام عليكم. تدبر سي فريك المباراة اليوم ما كانتش مباراة سهلة، أما الخصم ماشي سهل، نعرفوا بلي وفاق سطيف خاصة في الآونة الأخيرة وين دار نتائج جد إيجابية. اليوم كنا على بالنا بلي راح تكون مباراة صعبة وصعبة جدا، بغض النظر عن الغيابات اللي كنا نعانيو منها اليوم، خاصة عندنا 7 لاعبين غايبين، لكن نقول باللي اللاعبين اللي خلفوا الزملاء تاعهم أدوا الواجب تاعهم ومشكورين على ذلك، لأنه هما لي زاكتور اللي كانوا في التيران. أنا نقول باللي المباراة كانت قوية قوية، كان عندنا أوقات كان عندنا طون فور تاعنا بزاف، وكان عندنا طون فابل. اليوم درسنا مليح فريق وفاق سطيف، كل صغيرة وكبيرة قريناه مليح، اللاعبين طبقوا كل التعليمات اللي مديناها لهم. كذلك لما تشوف فريق وفاق سطيف كن نقولوا في الاخير انه ما كانش فرص كبيره، وهذا الشيء المبتغى اليوم اللي كنا حابينه، انه الفريق ما يلحقش للمرمى تاعنا. نقول اليوم فريق كان الهدف عن طريق ضربه جزاء، لكن كانوا فرص كثيره وكثيره وكنا قادرين نقتلوا المباراه. انا نقول اليوم اللاعبين مشكورين على ذلك. ما تنساش باللي في الاونه الاخيره الفتره اللي جوزناها الاخيره كل 4 مباريات تلعبها، وهذا ماهوش سهل، لانه من الناحيه البدنيه نقول اللاعبين انهاروا شويه، لكن رغم ذلك مدوا اللي عليهم وادوا الواجب تاعهم. ما ننساوش ثاني الباركور اللي درناه دوك حوالي 8 مباريات ما هزمناش، مي الفرق اللي كنا تلاقينا بها كل فرق تلعب على البوديوم، ولهذا كل مباريات كانت صعيبة لنا، وكان جهد لازم يكون لك جهد بدني كبير. ولهذا نقول باللي الحمد لله الفريق كنا اليوم بحاجة إلى النقاط 3، كنا على بالنا باللي النقاط 3 هذا راح تخلينا في المراتب الأولى وما نكونوش بعد. لو نقيموا المرحلة ذهاب ننجم نقول باللي مرحلة ما راهيش ممتازة، لأنه كنا قادرين نديروا نقاط أكثر من هذا، ضيعنا نقاط، لكن الحمد لله أنا نقول اليوم الفريق راهو في البوديوم. منذ مازال الشطر الثاني مرحلة الإياب إن شاء الله تكون أحسن من مرحلة الكلاود الذهب. والله تدبر مدابين نرجع اللاعبين اللي راهم مصابين، لأنه كاين لاعبين اللي راهم مصابين. انا نقول لو كان يعاودوا يسترجعوا اللاعبين اللي كانوا اللي راهم مصابين. عندك لاعب اوبوكو، لاعب بيلام، بالقاسمي، هاد اللاعبين عندهم وزن كبير في الفريق. انا نقول باللي اولا نسترجعوا هاد اللاعبين، ثانيا ننجم نقول باللي الاستخدامات كاين في 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 كلكو مراكز لازمنا تدعيمات، وان شاء الله ندرسوا مليح لهاد التدعيمات، وان شاء الله نلقاو لاعبين اللي يجوا يمدوا الاضافه للفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم بدايه. مبروك الاتحاد العاصمه، فريق كبير. دونك هذه حاجه نحكي على المقابله نتاع اليوم، اكيد جدا، وانا نحن قاعدين في سلسله نتاع نتائج ايجابيه، وسلسله خاصه نتاع روندمون، معناها بدينا عندنا تقريبا 6 ماتش ولا 7 ماتش وين تحس الفريق اللي القى معناها اليوروبير نتاعو. اليوم شفنا معناها كاليتي جو، معناها تقريبا نوعنا في اللعب نتاعنا، وصلنا للمرمى كيف كيف. المشكل الهجومي مازال متواصل بالطبيعه، تعرفوا اللي حكيت عليه قبل باش ما نبقاش نعاود. دونك لازمنا تدعيمات في الخط الامامي، هذا اكيد ما فيش حتى شك. ولكن انا نحب مش نحكي على حاجه، اما اتحاد العاصمه فريق كبير وفريق يستاهل الانتصار، هذا ما فيش حتى شك. انا مش نقي حاجه اول مره، انا خاطر مستانس حتى كي يكمل الماتش نمشي نسلم على الاربيتر ونسلم على الناس الكل، والاربيتر معناها جو لو ريسبكت برشا. دونك هذا لو كاتريام ماتش تقريبا، لو كاتريام ماتش معناها تصير اغلاط ضد الوفاق. دونك شفنا اليوم تعاودوا تفرجوا في البينالتي، معناها سي بينالتي، معناها انا مش نقول لك، معناها سي هذا كل ما ينقص من الانتصار نتاع اتحاد العاصمه. ديما نقول مانيش نحكي على اتحاد العاصمه خاطر فريق كبير وفريق مش محتاج لحتى هدايا، ولكن اليوم وقت تشوف معناها الفريق نتاعي والفريق وفاق سطيف على الكاليتي نتاع اللاعب اللي لعبوا وعملوا الفرص اللي خلقها،
ومن بعد يقبل هدف بالطريقه هذيك تو نزيدوا نشوفوه معناها في التلفزيون، وانا شفته في التليفون فينا والتليفون بالتلفزيون الجيريان اللي هما موجود وقفوا عملوا رالونتي وعادوا عملوا رالونتي. يا ريان يا ريان يا ريان سي بينالتي غاغ. دونك هذا يخليك معناها سيرتان مومون تقول انا نخدم مالا ونكسر راسي وتكتيك وسبيسيفيك وصباح وعشيه وتاكونات من وديفونسيرات وهاو سيركوي بريفيرونسيال. دونك علاش نعمل فيه الشيء هذا؟ سيرتان مومون تولي معناها كيفاش نقولوا معناها ما نعرفش كيفاش نقولها سيرتان مومون تولي تقول التعب هذا كله علاش نعمل فيه؟ اذا كانت تجي تولاي كان جات فيها ثم دوت اوكي ما ثم حتى شيء فما حتى شيء. مره اخرى مره مبروك لاتحاد العاصمه ونحن ان شاء الله نعوضوا في مقابله اخرى وان شاء الله معناها تتصلح الامور هذيا لانه وفاق ستيف ما نحبش نقول كلمه كبيره باش ما ندخلش في الجهويات. وفاق ستيف اليوم سي لو كاتريام ماتش تقريبا اليوم تصير ضده اغلاط، علاه ما تصيرش معاه اغلاط؟ علاه ما تصيرش ضد الوفاق اغلاط عليه؟ ما عرفتش جو سي با بوركوا. دونك هذا تفسيري انا سي لو بلان تكنيك انا بيان جوي ليكيب تاع العاصمة بيان سور عندها دي تالون عندها دي جوار دو كاليتي اللي يسي معناها دو نو كونتري جابت كيلكو كونتري اللي عملوا خطر ثم واحدة ولا اثنين اللي تقريبا كان الجارديان نتاعنا فاهم حاسم وكان ديسيزيف البقية تقريبا مقابلة يظهر لي معناها سي لو بلان معناها كان نحكيو معناها كونسيرفاسيون دو لا بال ولا بوسيسيون دو لا بال ولا لي نومبر دو زوكازيون ولا كل شيء نقاول ويفاق اليوم كان معناها موجود ب بقوه. فهمتك. تعرف نحن انا ان بروبليم سيكو نلعبوا كومبيتيسيون افريكان دونك وعندنا دي جوار اللي هما مقيدين في الكومبيتيسيون افريكان ومع الكوفيد هذا دونك لازم لو ماكسيموم دو جوار يكونوا معاك احتياطا تعرف تنجم لا قدر في تحاليل يطلع لك 9 10 جوار بوزيتيف دونك اون فاغاردي تو لي جوار تقريبا بريسك مي اون يلزمنا هذا حكينا تدعيم لاعب او اثنين في الخط الامامي هذا ما فيش حتى شك اذا كان نحبوا ننافسوا بجداره على 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 اللقب وبيان سور مع الامور الاخرى تتصلح شويه. جوستومون شوف انت تكلمت على المنافسه الشرقيه وشنو لي زوبجيكتيف تاع الفرق تاعك؟ ولا الاوبجيكتيف سي ساعة اونوري معناها لو فوتبول الجيريان اللي هي الوفاق ماهيش ماهيش معناها ماهيش ماهوش جديد عليها دونك تقريبا هي من سانس بالمواعيد الكبرى هذيا ومن سانس هي اللي تشرف الكرة القدم الجزائرية ان شاء الله نحن نرجعوا المنوال هذاك نمشيو ابعد ما يمكن في المنافسة هذيا بيان سور الوفاق يدخل اي منافسة ينافس على لقب اكيد جدا وانه ثم دي زادفرسير دو غران كاليتي افيك دي مويان معناها حاجة كبيرة ولكن الوفاق ما ينجمش مريو الوفاق لازمنا ندخلوا بمريو بالتريكو نتاع الوفاق العالمي الوفاق اللي هي الشامبيونز ليغ واللي هو متكلاسي مع دي التوب 10 تقريبا او التوب 15 نتاع الافريك دونك الطموح نتاعنا باش نمشيو اكثر ما يمكن في البطوله هذه نحاولوا انا لي مويان سوف كو كيما العاده قلنا لي سيكتور معناها اوفنسيف معناها هو اللي قاعد انا شاغل لي بالي دونك ان شاء الله بالخدمه ان شاء الله باكثر تركيز بوتيتر افيك ابو تشون زيد الاولاد خاطر تعرف تو نحن كيما بكرار لا 19 ان تقريبا اللي اونكور جو ما نحطوا عليه في بريسيون تقريبا مع تاع هجوم وفيق كامل ولا درفلو كيف هذا سي دي جون مع متراني بوتيتر نجموا ان شاء الله نخدموا ان شاء الله نوصلوا هذاك المعضله الوحيده باقي كل سي بلون معناها ايكيب الوقفه معناها الكاليتي دو جو معناها كيفاش نخلطوا المرمى حتى دي لاسيس ديفونسيف اوني بيان اون با دو بروبليم سورتو معناها جبنا دي زيليمون اللي ولاو في دي سوليسيون دو شونج وقت اللي عندنا واحد مضروب ولا عندنا واحد معناها تعب فاتيك نجم نبدلوا ما يتغير حتى شيء تقريبا او نيفو موستيرا نحكي وكوتي ديفونسيف ولكن كوتي اوفونسيف الحقيقه نتاع ربي معناها قاعدين اون سوفر ودايور باش تفهم الحاجه اللي البيتور نتاعنا ستامي لو تيران سي سامبل باش سا سينيفي كل معنى يعطيك معنى للحاله كل. لا بور مون لا بون الاسماء في الجزائر ما تعرف حتى المهاجمين مش موجودين برشا هو الموجودين موجودين في جمعيات كبيره باهين وبريسك مستحيل باش يتسيبوا دونك شوفوا 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 ان شاء الله من هنا الفاند ماركاتو تيح شي حاجه هكا بزهرنا دي حاجه باهيه حاجه تكون تعاون الاولاد تعطيهم شويه الاكسبيريونس تعاونهم وان شاء الله لاباس ان شاء الله اني اكملنا فازل لي فازل لي معناها بالباهي نتاعها بالخير نتاعها اني تروازيام 5 بوان 5 بوان
5 بوان لوليني يعني لوليني كيكو لي كون 3 بوان اه 6 بوان 6 بوان من البريمي دونك مازال شامبيونان مازال 17 ماتش مازال 51 بوان تقريبا في الروتور مازال كل شيء معناه جايز معناه الناس الكل تقريبا حتى السيزيام وسانكيام بلاس الناس الكل تلعب على تيتر ولكن ماهوش ساهل تيتر يلزم طول نفس ويلزم اونديرونس كبيره ويلزم اونديرونس مونتالي اونديرونس فينونسي اونديرونس كل شيء ان شاء الله احنا كملنا للي تقريبا مرحله جد مقبوله ماهيش ممتازه ولكن جد مقبوله معناها موجودين في البوديوم اوني لا والفاز روتور ان شاء الله معناها تو ساعه باش نساوي الكومبيتيسيون معناها محليه وباش ندخلوا في الكومبيتيسيون في الكام ان شاء الله ربي يوفقنا نبداو بالمقابله الجايه ماهوش ساهل ولكن ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يوفقنا. الحمد لله على الماتش فات بارمي لي ميور ماتش في الشامبيونان سي ان كلاسيكو بين دو غران كلوب جيتا كانت عندهم لا شونس باش ربحوا مساحتهم لي سمو احنا ثاني نديروا هذا ماتش نديروه روبير باش نبريبارو الماتش ديال كوب دافريك ان شاء الله وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. جيستيمون جاني ماتش تاع كوب دافريك كيف ممكن تبريباريو لهاد لا كومبيتيسيون تبقى مهمه لو فاكس تاعك. احنا نبريبارو لو ماتش تاع كنا كيما لي زوت ماتش سيرت سي ان كومبيتيسيون كونتيننتال اللي غادي ندخلوا كاين لي جوا اللي بوتيت سي لا بروميير فوا باتيسيبو فيها احنا اون فا ايسي باش نروحوا لكوناكري باش نديروا ان بون ريزيلتا وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. بون سانسيرمون ما انا ماشي اونسيان اربيت ولا خبير في الاربيتراج كان سيف لان بينالتي تدو اسيمي كلكو سوا ان جوار باش تكون باسكو ساري كاين ان بينالتي بينه وبين ربي الا كانت صحيحه مساحتهم لي زما ولا ما كانش صحيحه بينه وبين لا كونيسونس كل العقليه تاع اللي خمم بها شي با احنا لعبنا ماتش وين سير سيرمون بور مو انا بارمي لي ميور ماتش اللي لعبنا في الشامبيونان سيت اني ان شاء الله احنا باش نشوفوا دي ماتش كيما اليوم تاع بين لونتونت وبين لويس ما ان شاء الله. كان نقدر نقول شويه ايماجينا وزيد نشوفوا لي زاكازون بزاف اللي دارتهم ستيف ما قدرتش نعرفوا. اظن احنا حضرنا المباراه هذا كما يلزم كنا حابين فوالا نكملوا المرحله هذه ذهب بنقطه مليحه خاصه دوكا عندنا منافسه جديده اسمها كاس افريقيا اسمها رابطه الابطال بصح فوالا كيما قلت لك شفت احنا درنا المجهود ودرنا اللي علينا ودوكا بون ما حش نقولوا كاين ولا ما كاينش ولا الناس تشوف بصح فوالا واحد كيحضر مباراه ويكون مركز وهكا ويتهزم كيما قلت بالطريقه هذه شغل تغيدو تسمى تروح سمعنا كومبلي وحنا نخدمو وفي دي طاي هكا بصح فوالا كاين ربي احنا رانا في الطريقه الصحيحه ما زلنا في موجودين فوق في الترتيب مع الاولين وكاين الروتور ان شاء الله ودوكا راح كما قلت لك رانا مركزين على المنافسه الجايه ان شاء الله. جوستومون كاين لا كومبيتيسيون افريكان شنو هو لوبجيكتيف تاع لونتونت هاد العام؟ وفاق ستيف ربحت دو كوب دافريك سماها لوبجيكتيف تاع وفاق ستيف كيما لوبجيكتيف تاع كاع لي زيكيب اللي موجودين دوكا في ليبول هي تاع نهزوا الكاس وبصح دوكا نروحوا بدرجه بدرجه كاين ماتش دوكا ليكستيريور حنا شاك ماتش نروحوا باش نجيبوا ثلاث نقط باسكو فوالا كل نقطه تسوى في المجموعات هذو حنا ورانا محضرين كنا حابين كيما قلت لك اليوم نكملوها بنقطه مليحه بصح نظن بالاداء تاعنا دوك يخلينا شغل نمنو ونكونوا وندخلوا ب كيما نقولوا بقوه ان شاء الله ان شاء الله هكذاك يا ربي حكي.